الله وبركاته. اهلا بكم مشاهدينا الاحبه من ارض المسرح الوطني العراقي واسبوع الفيلم الايراني. هذا التعاون المشترك لعرض ما يقارب 10 افلام ايرانيه، اولها فيلم هانس، فيلم روائي طويل سيعرض في اول يوم. راح تستمر الافلام لمده 3 ايام، خليكم ويانا. دار السينما والمسرح على الانفتاح على السينما العربية والعالمية. قبل أسابيع انتهينا من أسبوع الفيلم السوري هنا في بغداد، واليوم من الأسبوع الإيراني نحتفل بصناع السينما الإيرانية، وقريبا جدا أسبوع الفيلم الإيطالي. هكذا نريد للسينما العراقية أن تتفعل من ناحية إنتاج الأعمال السينمائية القصيرة والطويلة، وتتفعل عبر الاتفاقيات. عقدنا اتفاقية مع الجانب السوري، اتفاقية مشتركة، والآن سنوقع بعد قليل وبوجودكم الاتفاقية مع الجانب السينما الإيرانية لتفعيل العمل السينمائي المشترك وإنتاج فيلم روائي طويل مشترك فيما بين العراق وإيران، وكذلك تفعيل نظام الورش. كما تعلمون أن السينما الإيرانية متطورة جدا، نحتاج إلى هذه الخبرات لتفعيل الشباب فيما يتعلق بتخصصات السينما المتعارف عليه اللي هي المكياج والإدارة الفنية والتصوير والإخراج وما إلى ذلك. نطمح أنه نفتتح ببغداد ومسارح بغداد وسينما بغداد كل العطاءات الفنية السينمائية والمسرحية أن تكون حاضرة هنا في بغداد، لأن بغداد تستحق والجمهور العراقي يستحق أن يشاهد أهم الأفلام السينمائية والعروض المسرحية. اسمحوا لي باسمكم أن نرحب بصناع السينما الإيرانية وفي مقدمتهم الأستاذ محمد خزائي رئيس هيئة السينما الإيرانية. فحللتم، أهلا سادتي وأصدقائي الفنانين. تستمر بغداد بفرحها. واحدة من الأشياء التي أصر عليها الدكتور حسن ناظم والأخوان في هيئة الرأي أن تبقى بغداد وليل بغداد يضيء عبر السينما والمسرح والموسيقى. نعلم أن هذه الفنون هي التي توحد المجتمعات. انطلقنا من السينما مع سوريا، والآن مع الجمهورية الإسلامية، وغدا ستكون لنا وقفة مع إيطاليا والتشيك ومصر. باسمكم إخواني نبتدئ أسبوع السينما. شكرا جزيلا لكم، مع احترامي. مشاهدين، معنا الست منى محمد، هي من الجالية الإيرانية وساكنة في بغداد. أهلا وسهلا بكم. أهلا بكم. شرفنا بحضرتكم ست منى. نتشرف إحنا أكثر. أهلا بيش. تعرف على حضرتك؟ زهرة. أهلا وسهلا زهرة. ست منى، تجربة الفيلم الإيراني باعتبار أنه أنتوا أصلكم من إيران. نعم. وتعرفون تجربة الفيلم الإيراني تختلف عن الفن الآخر، وخاصة الفن في العراق. نعم. لذلك حابين نعرف، اليوم جيتوا خصيصا للمسرح الوطني حتى تشاهدون الأفلام، فرأيكم بصورة عامة بهذه التجربة في بغداد؟ يعني إن شاء الله إحنا أول نتشكر من المستشارية الثقافية الجمهورية الإسلامية بالسفارة الإيرانية، وكذلك الإعلام العراقي. ويعني هاي تجربة كلش حلوة على مود الفن العراقي والفن الإيراني، عندهم مزيج يعني. نعم. مختلط. بس احتمال تطور عند بالعراق حاليا، الصلوات صار هواي. نعم. اي، والافلام الايرانيه كلها عائليه، عاطفيه، سياسيه يعني، وخاصه مرينا احنا بايام الحروب. فان شاء الله نريد يطلع فشي حلو من دولتين جارتين، ايران والعراق. نعم. يعني انت تتمنين العمل مشترك تكون طبعاً بتقنيات عراقيه وبجهود ايرانيه. ان شاء الله، ان شاء الله نتمنى هذا الشيء. نعم. ان شاء الله نتمنى، وخاصه قلت لك احنا ثقافاتنا متقاربه. نعم. ايران وعراق الثقافه متقاربه، الاخلاق متقاربه، بس اللغه عندنا يعني. نعم. وان شاء الله من تجارب العراقيين وتجارب الايرانيين فراح يصير مزيج شيء حلو.
أتمنى. خلي أسأل سؤال، ما أنه أنت من محبة أكيد أعمال سواء كانت عراقية أو إيرانية، شو تفضلين الدراما أو الفيلم يكون مدبلج لو مترجم، يعني ترجمة كتابة أو مدبلجة بلغة عربية للعراق حتى نفهم؟ والله أنا كطفولتي إحنا زمان قرينا الكتابة كانت، فهاي فادتنا من باب تعلمنا اللغات. حلو. أي فإذا أنا بنظري النوعين شيء حلو، النوعين هم وعلى مود الدبلجة، الدبلجة الناطقة شوية يراد لها إحساس، يراد لها أي، فمو كل بإيران الإيراني لا عندهم تقنية بهالشيء، فإن شاء الله العراق يصير بهالشيء، بس هي الثانية حلوة. شكرا لست منى، ونشكركم نشكركم انتم على هذا اللقاء، وان شاء الله نتمنى اكثر واحسن. هذا اليوم يوم مميز، نفتتح فيه اسبوع السينما الايرانيه في بغداد بما عرفت به من ابداع عالمي وتميز دللت عليه في حضورها في المشهد السينمائي العالمي. هذا اللقاء ثمرة من ثمرات استئناف العمل في وزارة الثقافة والسياحة والآثار وفي دائرة السينما والمسرح هنا بعد الجائحة وبعد المعوقات والتحديات التي فرضتها على الأنشطة، ليس فقط السينمائية فقط وإنما مجمل الأعمال الثقافية التي تربطنا ببلدان الجوار الإقليمي، البلدان العربية، الجمهورية الإسلامية، البلدان الأخرى. الآن هناك حركة ونشاط نشهده ونبدأه من جديد لكي نستأنف حياتنا الثقافية بمجمل تمظهراتها وتجلياتها، ولعل من أهمها ما اتفقنا عليه في زيارتنا إلى الجمهورية الإسلامية قبل فترة قريبة، حينما ذهبنا وصحبة كادر متقدم من وزارة الثقافة، وكانت زيارة ناجحة، اتفقنا فيها على مجموعة من الأشياء ووقعنا فيها مذكرات تتعلق بالثقافة والسياحة والآثار، واليوم نجني أول ثمرة لهذه الزيارة التي شهدت توقيع مذكرات تفاهم واتفاقات. إن الفن والمسرح والسينما هي لغة العصر في كشف عمق ثقافة الأمم، وهي أهم آلية لتربية الأجيال وشدها إلى الثوابت، لذا نجد أن الغرب يرصد المليارات ويبني مدناً ويشيد دوراً للسينما والمسرح، لأن هذا الفن عامل مؤثر في توجيه الشعوب ومنهج الهوية والثقافة والعقيدة والتحرر. وتشير الدراسات إلى أن الغرب استعمل آلة الفن المسرح والسينما والرواية والقصة والمسلسلات لتغيير معتقدات الشعوب ويلقي ثقافات الانحطاط والعنف والتمرد على الإنسانية والفطرة. ودونكم الأفلام الأمريكية الإباحية وأخرى تنشر القتل والعنف والابتذال وتدمير فطرة الإنسان. أمام هذه الحقيقة تتضح أهمية دعم وتفعيل الإعلام والفن المسرحي والسينمائي، والتي تمكننا من مواجهة الغزو الفكري الغربي والعولمة القائمة على مسخ العقل والشخصية الإسلامية. وقد بذلت الجمهورية الإسلامية الإيرانية جهوداً قيمة في هذا المجال لإعادة إحياء التراث المشترك بين الشعوب الإسلامية والإنسانية، فكانت السينما الإيرانية تجسد الحفاظ على الأخلاق والتراث الإسلامي والقيم وثقافة المسلمين، وليس أدل على ذلك من مسلسل مريم العذراء عليه السلام، ثم النبي يوسف عليه السلام، ثم كان آخرها مسلسل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعشرات الأفلام والمسلسلات التي تعتبر مادة للثقافة المشتركة في عالمنا الإسلامي. ولقد تابعنا النتاج الفني في العراق والذي نقدر أهميته، كون البعض منه قد عالج مشاكل اجتماعية حساسة
وسلط الضوء على تاريخ الشعب العراقي ومواقفه وأمجاده وملاحمه البطولية، وسجل تاريخ جهاد شعبه ضد الطغيان والاستكبار، وأظهر عزة وكرامة الشعب العراقي. وبهذا يلتقي الهدف والموضوع في السينما الإيرانية والعراقية، وإن اختلفت الآليات والمحاور باختلاف الظروف. هناس به معنای کردی یعنی نفس. هناس به معنی لغه کردیه نفس. فیلم هناس در مورد یکی از دانشمندان فیلم هناس در مورد زندگی یکی از دانشمندان هسته‌ای کشور ماست که ترور شده. فیلم هناس قصه حیات العالم اللي اغتيله في ايران العالم النووي. این دانشمند هسته‌ای ما خیلی نخبه بوده و توی سطح بالای علمی داشته کارهای بزرگ انجام میداده. هذا العالم النووي الايراني كانت اعماله في سطح يعني درجات عليا، كان اعمال عده ومشاريع عده، ولی توسط رژیم صهیونیستی به طرز خیلی خیلی وحشتناکی جلوی همسرش و کودک 4 سالش با تعداد زیاد گلوله به شهادت میرسه. یازده سال پیش مع الاسف الكيان الصهيوني اغتال هذا العالم النووي الكبير، مع يعني اغتيال شنيع مع قدام امام عائلته واولاده وزوجته مع الاسف. و ما گوشه های از زندگی ایشون و همسرشون که خیلی زن مقاوم و بزرگ هستن رو تو این فیلم نشون دادیم. احنا زوایا من حیات هذا العالم الكبير في هذا الفيلم عرضنا. و قسمت های از زندگی سختی که داشتن و تشویش ها و نگرانی هایی که تو زندگیشون بوده به خاطر تهدید هایی که می شدن، زوایا من صعوبت الحیات اللي چان عده و تشاویش و یعنی مشاکل المشاریع اللي چانت نوویه و خاصه، یعنی من هزاویه احنا صورنا هذا الفيلم. و خدا رو شکر می کنم که توفیق شد بتونم در مورد این شهید فیلم بسازم، و خدا رو شکر بیشتر شکر میکنم از اینکه این فیلم بالاخره توی عراق هم داره اکرام میشه. الحمدلله اللي تمكنت بان انتج زاويه من حياه هذا الفيلم وهذا العالم، واستقبال شديد صار في العراق، والحمد لله الله يوفقنا لاعمال اكثر واحسن ان شاء الله. اهلا بك استاذ مازن منذر، شرفتنا. واليوم راح نتكلم عن اسبوع الفيلم الايراني، رايك بهذا المشروع وتحديدا في المسرح الوطني العراقي؟ هو ليس مشروعا وانما هو ضمن البرنامج الثقافي الذي اعدته وزاره الثقافه مع الملحقيه الثقافيه الايرانيه، ان تكون هناك نشاطات ثقافيه مستمره ومشتركه بين العراق وايران. نحن الان نشهد اسبوعا ثقافيا ايرانيا، هذه ليست المره الاولى يحتضن المسرح الوطني مهرجانا او نشاطا سينمائيا للجمهوريه الايرانيه. الجمهوريه الايرانيه لديها محافل دولية وعالمية في مجال صناعة الأفلام. يا ريت تتكلم عن الخبرة الإيرانية في صناعة الأفلام. يعني السينما الإيرانية هي مدعومة من قبل الحكومة بشكل مباشر، لذلك نلحظ أن الحكومة الإيرانية تدعم كافة النشاطات السينمائية في إيران، لذلك نشاهد إيران لديها حضور دولي وعالمي ومحلي وعربي من خلال المهارات وأيضا الأساليب وأيضا الأفكار التي تطرحها السينما الإيرانية. السينما الإيرانية تمتاز بالخطاب الاجتماعي وبالخطاب البصري بحيث يستطيع أن يستفز المتلقي، لذلك نجد الكثير من المهارات الإيرانية ليس في صناعة الفيلم فقط، بل هناك في مجالات التقنية وفي مجال الإنتاج هم مبدعين في مجال البسيطة المكياج. يعني هذا المكياج واحدة من العناصر الأساسية هي لصناعة الفيلم، الأزياء والإكسسوارات وصناعة الماكيتات، هذا تمتاز بها إيران، لذلك يدل على أنهم
يعملون ليلا ونهار. انا شخصيا زرت ايران اكثر من مره وطلعت على الاستديوهات وطلعت على اماكن التصوير، بصراحه ابهرتني، لديهم مهارات، لديهم امكانيات، لديهم انفتاح هائل. اليوم نحن نواكب هذا الاسبوع الفيلم الايراني من اجل الازدياده المعرفيه وايضا المعرفه ماذا يحضرون الايرانيين في المستقبل للسينما. على مدار 3 أيام راح تعرض كثير من الأفلام، راح نشوف نتائجها إيجابية، راح نستفاد من هذه الأفلام. يوم أنت كفنان تحتاج إلى كل ما يثير عندك الفكرة والإبداع من جديد. بطبيعة الفنان السينمائي يحتاج إلى المشاهدة المستمرة، المشاهدة تنمي ذائقته وتنمي فكره. نحن سوف نشهد في بغداد 3 أيام أو 4 أيام نشاهد بها مجموعة من الأفلام الإيرانية بين الروائي الطويل وأيضا الروائي القصير. سوف نشاهد ماذا يستطيع أن يلامس أفكارنا وما يلامس روحنا. هذه الأفلام ليست أفلام تقليدية. أنا قلت في البداية إيران تمتاز بمهارات عالية في صناعة الفيلم السينمائي، وكانت دائما تصنع عنصر المفاجأة. همگی آگاهید که جهان امروز تصویر محور است. اگر نتوانیم مظاهر تمدنی و ارزش‌های اعتقادیمان را با استفاده از فناوری‌های جدید و تصویرسازی‌های ماندگار به جهان عرضه کنیم، بدون شک در هژمونی رسانه‌ای و سینمای غرب در محاق قرار خواهیم گرفت. كلكم تعلمون ان العالم اليوم موجه نحو الصوره. اذا لم نتمكن من تقديم المظاهر حضارتنا وقيمنا الدينيه للعالم باستخدام تقنيات جديده وصور دائمه، فسنكون بلا شك وسط هيمنه الغرب الاعلاميه والسينمائيه. سينما ايران خوشبختانه بعد از انقلاب اسلامی جهش‌ها و گام‌های بزرگی را در سطح جهانی برداشته است. این سینما با شاخص‌هایی چون اخلاق گرایی، روح شرقی و اسلامی، آرمان خواهی و مقاومت و شاعرانگی و خانواده محوری امروز مورد توجه جهانیان است. لحسن الحظ خطت سينما الإيرانية قفزات وخطوات كبيرة على المستوى العالمي بعد الثورة الإسلامية. هذه السينما بخصائص مثل الأخلاق، الروح الشرقية والإسلامية، المثالية والمقاومة، الشعر والعائلة وإلى آخر. اگر چه استقرار جهانی میکوشد با الگودهی های غلط و انگار سازی های خودشان سینما ایران را به چالش بکشند، ولی سینما ایران در جستجوی معرفی گفتمان جدید تصویری در جهان است. على الرغم من الغطرسة العالمية، تحاول تحدي السينما الإيرانية بنماذجها الزائفة والصفر النمطية الخاصة بها، إلا أن السينما الإيرانية تبحث عن تقديم خطاب مرئي جديد في العالم. بر این باورم میتوانیم با مفزایی در دو کشور و کشورهای همگرایی منطقه گفتمان جدید و افق تازه‌ای را ایجاد کنیم. أعتقد أنه يمكننا خلق خطاب جديد وأفق جديد من خلال تأزر في البلدين والبلدان المتقاربة في المنطقة. در دوری قرار داریم که رسانه ها و تصاویر سخن میگویند و سرنوشت و سرگذشت ملت ها را ترسیم میکنند. جهان با تصاویری که از ما میسازند و روایتی که میکنند ما را میشناسد. نحن في فترة تتحدث فيها وسائل الإعلام والصور وترسم مصير الأمم وتاريخها. يعرفها العالم بالصور التي يصنعونها ويروونها عنا. پس باید تصویر خودمان، ارزش‌های اخلاقیمان، حقیقت پیام حضرت محمد سلام الله علیها، پیام شهیدان بزرگوار دو ملت در جبهه مقاومت را بسازیم. لذلك يجب أن نخلق صورتنا الخاصة وقيمنا الأخلاقية والحقيقية، رسالة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ورسالة الشهداء الشعبين الكرام على جبهة المقاومة، ورسالة حضارتين الإسلاميتين الجديدين والنور التي تشرق وتتألق من مكة على الدنيا والخلود. جذبك للحضور اليوم لأسبوع الفيلم الإيراني؟ أولا نشكر وزارة السياحة والآثار على إقامة هذه
المهرجانات بين فترة وأخرى، لأن الأفلام السينمائية والمسرح ما هي إلا زيادة لثقافة الفرد وتوعيته. يعني في كل بلد معين أكو إدارة سينما ومسرح فتقدم الأفلام اللي تؤدي إلى فهم المتلقي أو فهم المشاهد إلى أمور الحياة وتطلع عليها بأي شكل من الأشكال، يعني مهما كان نوع الفيلم. نعم. إذا كان سياسي أو اقتصادي أو عاطفي. أنا شاهدتك عمو أنت سجل أسماء الأفلام، شاهدتك وأنت سجل أسماء الأفلام. نعم شاهد متسلسل الأفلام، يعني حتى شنو أكون مستعد لها من أجيها، يعني خلال أيام الأسبوع يعني أو خلال أيام المهرجان اللي تكون به. وكل هاي طريقة قبل أنت متعود عليها؟ طريقة قبل أنت أيام زمان متعود عليها؟ يعني تقريباً أزور المسرح والمنتدى والأفلام بصورة عامة، يعني وحضور المهرجانات خاصة الثقافية اللي تشمل أفلام السينما والمسرح في تواصل معها ومستمر. يعني فعندنا كثير من الأفلام تكون هادفة، يعني وخاصة إقامة المهرجانات، فأنا أعتقد أنها خطوة جيدة يعني حتى لتطلع ثقافات الشعوب. بداية نريد نحكي عن تجربة الفيلم الإيراني في العراق والاستفادة من هذه التجربة برأيك. أنا صراحة تجربة الفيلم الإيراني شفتها من سنين بعيدة. نعم. لأن قلت لك أنا 24 سنة أنا خارج العراق، بس كان عندي مسوي فيلم أنا عن الفيلم الإيراني، فيلم الوثائقي كان مسوينهم عن المختبرات العلمية. فعلا كان فيلم بمستوى لائق، وشفت عمل آخر يعني اللي هو يعالج قضايا اجتماعية أيضا كان فيلم حلو، يعني إمكانيات حلوة، وعندهم غناء وعندهم موسيقى وعندهم تراث وعندهم فلكلور عجيب غريب. نعم. شوف الأفلام راح تكون ترضي الجمهور، اليوم راح تعرض على مدى 3 أيام يقارب 10 أفلام. أي يعني راح ترضي الجمهور، استفاد منها أنتوا كفنانين؟ ليش لا؟ شوفي مشاهدة الأفلام الغير الدول الأخرى هي إضافة للفنان للأديب، إضافة إبداع. نعم. إضافة متعة وإضافة خبرة. نعم. فإحنا نتمنى أن نحصل على شيء من ما يستجدون به عليه. ما يقارب 10 أفلام ستعرض على أرض المسرح الوطني العراقي لمدة 3 أيام، راح تشوف راح تزيد إبداع وخبرة ويمكن اكتساب من خلال هذه الأفلام الفنانين برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعاً مثل ما نعرف السينما الإيرانية الآن تعد من الأسماء العالمية، مو نقول الإقليمية، بالعكس إحنا نستفاد منها كلش هواية، لأن هم كادر متطور بالسينما وأفلام حلوة، ونشكر دائرة السينما والمسرح بإقامة هكذا أسبوع للفيلم الإيراني. صحوة 3 أيام بس سمى أسبوع للفيلم الإيراني. راح نستفاد، أكيد راح نستفاد. نعم. رأيك بصورة عامة بالخبرة الإيرانية بمجال التمثيل؟ التمثيل أوكي، وكفنيين أيضا أوكي، لأن اشتغلت وياهم من كانوا فنيين، مدراء تصوير وماكيرية. قلت لك يعني متطورين إلى أبعد حد. نعم. الآن هم الأول يعتبرون، خلينا نقول أنا أعتبرهم بس عالمية يشارك يمكن طبعا جوائز عالمية. نعم. هواي حظوا واستفادة للكادر العراقي من خلالهم. تتمنى يكون عمل مشترك بين العراق وإيران؟ كانت هناك أعمال مشتركة عن خلال الدراما والأفلام السينمائية القصيرة، ونتمنى ونطمح للأكثر إن شاء الله. نحن سعداء جدا بهذه التجربة التي تكررت أكثر من مرة بالتعاون مع السينما الإيرانية وكذلك دائرة السينما والمسرح في وزارة الثقافة العراقية، بعرض عدة أفلام سينمائية على قاعة مسرح الوطني. هذه التجربة حقيقة قد شاهدناها من قبل، ويعني حقيقة قدمت نجاح كبير، واليوم كذلك إن شاء الله هذه الأفلام التي طرحت برومواتها وصور هذه الأفلام وأسماءها وأفكارها إن شاء الله تنال إحسان الجمهور
وندعو طبعا دائرة السينما العراقية وكذلك وزارة الثقافة لصناعة مثل هكذا يعني أحداث أو مثل هكذا نشاطات في دول المنطقة سواء كانت عربية أو في الجمهورية الإسلامية الإيرانية لعرض يعني إنتاجات الدراما العراقية أو السينما العراقية، وإن كان هنالك تراجع حقيقة في إنتاج الدراما العراقية والفيلم العراقي والسينما العراقية، وهذا خلل يجب معالجته. نعتقد أن الفن هو رسالة. بالضبط، اليوم أستاذ راح يعرض فيلم هناس وهو روائي طويل ويعرض بمقتل العالم النووي الإيراني، اختيارهم للفن ويوظفه في سياسة وبيان مظلومية هذا العالم للعالم أجمع. نعم، يعني حقيقة الفن هو رسالة، ورسالة ذات بلغ ذات أثر بالغ حقيقة، على اعتبار أن الجمهور حينما يشاهد مسلسل أو دراما أو فيلم يتأثر أكثر ما يسمع خبر. لذلك على جهات العلاقة، وزارة الثقافة، نقابة الفنانين، دائرة السينما والمسرح، أن يعني تشجع الفنانين وتشجع الكتاب وتنفق من أجل صناعة دراما تليق بالشعب العراقي والأحداث والبطولات، وخصوصا بطولات الحشد الشعبي وبطولات يعني التي جرت في طرد داعش الذي تحدى العالم أبطالنا، أو يعني قصص للإعلاميين الذين استشهدوا وضحوا من أجل نقل صورة حقيقية وواضحة أمام العالم. يعني هذا مطلبنا حقيقة من الجهات ذات العلاقة، وزارة الثقافة، وكل من له قدرة أن يصنع الفيلم العراقي أو السينما العراقي. عزيزي مشاهدينا، معنا الست هدى الكندي ناشطة مدنية. أهلا وسهلا. أهلا ومرحبا الست هدى. لو نتكلم عن تجربة الأفلام الإيرانية في بغداد اليوم وعرض ما يقارب 10 أفلام، شو رأيك في هذه التجربة؟ راح تستفاد منها الفنانين المشاهدين جميعا؟ طبعا أكيد. أول شيء هي تجربة جدا ناجحة أنا أعتبرها. نعم. ونقل الثقافة السينمائية والدراما السينمائية الإيرانية ودمجها مع الدراما العراقية يكون كلش جيد. طيب، اليوم راح يعرض فيلم هناس وهو فيلم روائي طويل يعرض بالواقع اللي حدثت لمقتل العالم النووي الإيراني قبل فترة، توظيف الفن في الواقع، وهذه الرسالة واللي نحتاجها في العراق. رأيك بهذا التوظيف؟ هذه جدا مبادرة طيبة من هذا الفيلم، والفكرة جدا رائعة لنقل التجربة هذه، لنقل هذه الدراما ولنقل هذه القصة الواقعية إلى السينما العراقية ودمجها مع السينما العراقية، يكون توضيح الحقائق. حلو. وتبادل شنو؟ تبادل الثقافات، تبادل الأفكار. تمام. احنا نتمنى هذا الشيء يتفعل، نطمح الى عمل مشترك، نطمح الى اعمال مشتركه بالمستقبل. واطمح اني ومن هذا المكان يعني اوجه رساله انه للوزارتين الثقافيتين الايرانيه، الجمهوريه الاسلاميه والجمهوريه العراقيه، انه يكون تعاون بالمستقبل بين الدراما العراقيه والدراما الايرانيه. نمضي إلى توقيع الاتفاقية المبرمة بين دائرة السينما والمسرح في العراق مع المنظمة السينمائية والمسموعة والمرئية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ومختصر هذه الاتفاقية حتى تكون كل الإعلام حاضر، بتوجيه من معالي وزير الثقافة، دابة دائرة السينما والمسرح للتنسيق مع الجهات العربية والدولية لتوقيع اتفاقيات مشتركة. أولى هذه البنود هذه الاتفاقية هو المضي إلى إنتاج فيلم روائي طويل مشترك فيما بين العراق والجمهورية الإسلامية، على أن يكون الكادر مناصفة ما بين فناني العراق وفناني الجمهورية الإسلامية، وكذلك الذهاب إلى إقامة ورش مشتركة لتفعيل الجانب العراقي. كما تعلمون أن السينما الإيرانية سينما مهمة وقادرة وتمتلك من الخبرات الشيء الكثير، لهذا دأبت وزارة الثقافة على تحفيز جانب الشباب ما يتعلق في السينما بإقامة دورات تتعلق بالاختصاصات المهمة في السينما اللي هي المكياج والمونتاج وكذلك سينما الانيميشن.
صراحة الجانب الإيراني قدم عروض سخية جدا، منها إنشاء دور عرض سينمائية في بغداد وتجهيز الدور الأخرى ما يتعلق بالأجهزة والمعدات، وكذلك إقامة معهد لتطوير وتنمية القدرات الشابة فيما يتعلق بالجانب السينمائي. فعلى بركة الله نوقع إن شاء الله. كنا في طهران قبل مدة في زيارة رسمية مع كادر متقدم من وزارتنا. ما مدتی پیش با هیئتی از سازمان خود از وزارتخانه مهمان ایرانی ها بودیم. وقد جرى الاتفاق على ان نعمل على تعاون مشترك يتخذ نشاطات متنوعة وعديدة. و برای همکاری مشترک شامل فعالیت‌های متنوعی میشه توافق کردیم. و من هذا التعاون المشترك اليوم نبدا افتتاح حضور السینما الایرانیه في بغداد. و برای آغاز کار ما میزبان هیئتی از سازمان سینمایی ایران هستیم. و ان شاء الله نعمل في فترات قادمه على أن نستأنف العمل والتعاون بين السينما الإيرانية والسينما العراقية. بدر دوره هاي آتي إن شاء الله همكاري خود با سينما إيران رو تقویت خواهیم کرد. المشاهدين من فعاليات أسبوع الفيلم الإيراني، وهذه الجهود المثمرة منذ البداية والتعاقد لعمل مشترك بين إيران والعراق، كل التوفيق لهذه الجهود المبذولة. وختاما تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، وإلى اللقاء.